متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة من تواجد السحب والغيوم الممطرة، ولكن هناك امتداد لبعض الغيوم ذات الارتفاع العالي وغير الممطر في بعض الأجزاء الوسطى من المملكة. تشكيلات من السحب الركامية المحدودة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية نتج عنها بعض الزخات المحلية من الأمطار. خرائط توقعات درجات الحرارة تشير إلى أن هناك تقريبا كتلة هوائية دافئة تقع في المنطقة الجنوبية من المملكة، وكتلة هوائية باردة تقريبا في القطاع الأوسط والشمالي. اعتبارا من يوم غد يتوقع أن يبدأ انسحاب تدريجي لهذا الهواء البارد مبتعدا نحو العراق، في حين يتوقع تدفق هواء ساخن وذات الكتلة الهوائية الدافئة تبدأ بالامتداد شمالا لتصل إلى المناطق الغربية من المملكة. أما يوم الاثنين فيتوقع أن تصل هذه الكتلة الهوائية الدافئة نحو الأجزاء الشمالية من المملكة مع بدء امتدادها نحو المناطق الشرقية والوسطى، بحيث يتوقع حدوث ارتفاع واضح على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى، كما سنلاحظ بدء امتداد هذا الهواء الدافئ ليغطي معظم مناطق المملكة، ويتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات حرارة في العديد من المناطق المملكة في منتصف هذا الأسبوع، وذلك تزامنا مع تقدم لمنخفض جوي قادم من الأراضي المصرية باتجاه منطقة شمال غرب المملكة، الأمر الذي سيعمل بمشيئة الله تعالى على تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة خلال نهاية هذا الأسبوع. يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل خلال وفي النشرة الجوية الأسبوعية. الآن نعود إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض. الأجواء تكون هذه الليلة تقريبا صافية، درجة حرارة صغرى 10 درجات مئوية، الطقس يميل للبرودة في المناطق المفتوحة والمكشوفة بمشيئة الله تعالى. نستعرض معكم سوية درجات حرارة عظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. سنبدأها هذه الجولة من الشمال من سكاك 20 إلى 6، عرار 20 إلى 5، وفي تبوك من 21 إلى 8 درجات مئوية. غربا في المكة المكرمة 32-19، جدة 29-20، 27-17 مدينة منورة، 25-14 في الطائف. جنوب غرب المملكة في جازان 28-23، أبها 22-10، الباحة 18-13 درجة مئوية. شرقا في الإحساء تكون 23-9، الدمام 22-10، وحفر الباطن من 20 إلى 8 درجات مئوية. وختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، الرياض 22-11، بريدة 21-8، وفي حائل من 21 إلى 9 درجات مئوية. إذن هذا بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية في المملكة. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة تكون على النحو التالي. إذن يوم الأحد 22-11، الثلاثاء عفوا الاثنين 23-12، ويوم الثلاثاء 24-13، إذن هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة متوقع في العاصمة الرياض، وكذلك الحال في عموم مناطق المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.